قلنا لكم ان في تغطية اعلامية في العالم وان الشاشات ستملأ الشوارع الرئيسية في عواصم المدن الكبرى، وها هي البداية في نيويورك في شارع ساحة تايم سكوير، وهي الساحة الشهيرة جدا، لوحة كبيرة مكتوب عليها مصر تعزز اقتصاد العالم. بدأت المؤشرات، هنشوف ده والشاشات دي هتشتغل وهنتفرج على مصر والعالم واقف في الشوارع كده. الشارع ده من ازحم الشوارع، الناس كلها هتبقى واقفه بتتفرج على افتتاح قناه السويس اللي اخواننا البعده قاعدين يقولوا ترعه وطشت، لان دي حدودهم لما بيفكروا يعملوا مشروع بيعملوا مشاريع طشطيه.